قال ابن فارس في معجم المقاييس: قوس القاف والواو والسين أصل واحد يدل على تقدير شيء بشيء. وفي الاصطلاح قال ابن السبكي رحمه الله: القياس هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. أقول: وحده كثير من الأصوليين بحدود حسنة، وحدي له بعد التأمل تقدير أمر بأمر لإلحاقه بأمر لجامع. وهذا التعريف ينسجم مع الحد اللغوي، هو جامع ومانع، ويشمل العقلية والشرعية والأصول والفروع. وتوضيحه وشرحه بالمثال: عندما يذهب البائع للصائغ ليبيعه ذهبا، الصائغ يقدره بالخبرة والآلات فيقول: هذا وزنه كذا وعياره كذا وصياغته ممتازة أو جيدة أو رديئة. وبعد التقدير يقول الصائغ: ألحق هذا بالأصناف الممتازة أو الرديئة، وأعطيك ثمنه لما اجتمع مع الممتاز أو الرديء. وكذلك القائس أي المجتهد، كذلك القائس عندما ينظر في الأمر ينظر بواسطة وهي القانون الذي يبين له حقيقة الأمر كصائغ الذهب. فلذلك قلت في التعريف: تقدير أمر بأمر أي بواسطة، بواسطة أمر وهو القانون المقدر للمنظور فيه، ليلحقه أي من أجل أن يلحقه بأمر لجامع. إما أن يكون في العقليات فيقال: هذا يلحق بالواجبات أو الممكنات أو المستحيلات لجامع لسبب كذا وكذا، جعلهما يشتركان في الحكم. أو ليلحقه بالشرعيات فيقال: هذا واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم لجامع، وهو العلة السبب الذي جعلهما يشتركان في الحكم. والله تعالى هو الموفق.